انا جاي لك من المستقبل وبقول لك كل اللي مرضيوش يكتبوا تعليقات موبايلاتهم جابت صفت، الحق نفسك واكتب تعليق. تعبير النهارده هو فير لا غراس ماتيني. كلمه غراس ماتيني يعني الضحى، يضحي. عارف يعني يضحي؟ يعني ينام شويه زياده، يكون في يوم اجازه كده ويريح شويه ويصحى متاخر. فكلمه لا غراس ماتيني يعني الضحى، يعني يصحى متاخر. تمام. On emploie cette expression quand une personne se lève tard. يعني احنا بنستخدم التعبير ده لما الشخص بيستيقظ متاخرا. par rapport aux horaires habituels، يعني بالنسبه او بالمقارنه بالمواعيد المعتاده بتاعته. يعني لو انا دايما بصحى الساعه 6، في يوم صحيت الساعه 10، يبقى انا كده ايه، عملت la grasse matinée. La grasse matinée se pratique le plus souvent le week-end. يعني حكاية الضحى دي ان الواحد يصحى متأخر بتتعمل امتى؟ في الغالب دايما في الويك اند، او pendant les vacances، او اثناء الاجازات. quand on n'est pas pressé par le temps، لما بنكون مش مضغوطين في او بواسطة الوقت. المثال: je fais toujours la grasse matinée le dimanche matin. يعني انا دايما بضحي يوم الحد صباحا، يعني بصحى متأخر يوم الحد صباحا. انتهى الفيديو، وبفكرك انا جاي لك من المستقبل وكل اللي ما كتبوش تعليقات موبايلاتهم وقعت صفت، الحق نفسك واكتب تعليق.